حضرات السادة، حضرات المشاركين الموقرين، يسعدني أن أرحب بكم جميعا اليوم في شرم الشيخ، مدينة مصر الخضراء الأولى التي تمثل تجسيدا لجهودنا نحو التحول الاقتصادي الأخضر. إن تجمع الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية وقادة مؤسسات القطاع الخاص اليوم في يوم التمويل على هامش كوب 27 يعتبر دليلا على التناغم بين المؤسسات وبين القضايا التي تؤثر على المجتمعات وبصفة خاصة الدول النامية، وتوفير الموارد اللازمة للحكومات التي تلعب دورا كبيرا لإحداث برامج التكيف والتخفيف. إن التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة ومنظمات الدولية يتم بشكل متسق وبشكل متناغم، وهذا هو أقصر طريق لنجاح الجهود الخاصة بمواجهة التغير المناخي. إن يوم التمويل لديه أهمية خاصة، حيث أنه يعتبر إن مصر باعتبارها رئيس المؤتمر تهدف إلى تقديم دفعة وتنظيم العديد من البرامج والاجتماعات التي تشمل مناقشات مرتبطة ببرامج ومبادرات التمويل والتي تسعى للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وهذا يشمل التوجهات الاجتماعية والاقتصادية التي تضمن وضع أولويات لمنفعة ورفاهة البشر حول العالم. نحن أيضا ندرك أن هذه الجهود يجب أن تضيف أعباء إضافية على المواطنين بصفة خاصة في الدول النامية، حيث أن هؤلاء المواطنين لا يستطيعون تحمل كلفة التغير المناخي.